لا ساديو ماني، يعني تحس انه مش ساديو ماني خالص بتاع السنة اللي فاتت. ايه المشكلة اللي ممكن يكون بيواجهها اداء مشكلة اللاعب؟ بدنية، بدنية؟ بدنية. كل الفرق في العالم عندها مشاكل بدنية دلوقتي. هو أنا بشوف إن أبرز مشكلة عند ليفربول إن هو لما كان في وقت لازم يشتري ما اشتراش، ولما بقى في وقت ما ينفعش إن هو يشتري فيه بقى مضطر إنه يشتري. إزاي؟ إن ليفربول لما كان في سباق حسم الدوري السنة اللي فاتت ناس كتيرة كانت بتتكلم، خصوصا بعد ما خسر الدوري في الأشواط الأخيرة لمانشستر سيتي قبلها بموسم، ناس كتيرة كانت بتتكلم إن ليفربول يورجن كلوب عامل فرقة حلوة جدا، عامل فرقة ما بتهمتش بدنيا، ثلاثي هجومي قوي جدا جدا، بيقدر إن هو يضغط عليك ويخليكش تعرف تتنفس تماما، لكن في النهاية مش هتقدر إن أنت تكمل بالفرقة دي على كم البطولات اللي بتنافس فيها في إنجلترا، لأن مظبوط. إنجلترا طبعا عدد المباريات أكبر وضغط المباريات أكتر، مع دوري أبطال أوروبا، مع كأس العالم للأندية. كل الناس كانت بتتكلم إن يورجن كلوب كان مفترض إن هو يشتري. يورجن كلوب تمسك بإن فريقه مش محتاج إن هو يضم عناصر جديدة. ايه اللي حصل بعد كده؟ حصلت ظروف كورونا اللي العالم كله ما كانش عارف ان هي هتحصل، فلما خرج بقى ناس من حسابات يورجن كلوب بسبب اصابات، بسبب ايقافات، ما بقاش هو قادر يشتري، لان ما فيش حد بيشتري دلوقتي، ما فيش نادي دلوقتي بيدفع بالظبط. فلوس كتيره. اللي ما كانش كامل قبل بالظبط الكورونا انتهى الموضوع. بالظبط. مين بقى اكتر فريقين كاملين من قبل الكورونا؟ بايرن ميونخ ومانشستر سيتي، باريس علشان كمان كده شويه، وباريس سان جيرمان شويه، بس انا بشوف ان باريس سان جيرمان عنده مشاكل دفاعيه. لكن بايرن ميونخ تحديدا ومانشستر سيتي، مانشستر سيتي بدا الموسم بشكل سيء، الناس كلها قالت ان دي نهايه خلاص جوارديولا، لكن الحقيقه ان كان عنده غيابات، لما الدنيا اتظبطت وروبن دياز دخل في الاجواء والدنيا اتحسنت دفاعيا، ابتدى مانشستر سيتي ان هو يسيطر بالشكل